فلوس. تعالي تغطي تعالي تغطي تسيبك تجيبك. ايام طفولتي كنت فاكر ان الفلوس كل حاجه في الحياه. نزلنا الشارع وسالنا الناس عن علاقتهم بالفلوس واهميتها في حياتهم عامله ازاي. خلينا نشوف هم قالوا ايه. الفلوس مهمه بالنسبه لكم؟ مش دايما. حاجه لازمه في الحياه، مهم عند اي حد يعني على حسب. اكيد هي مهمه برضه. لا طبعا. ده كده كده اكيد شيء اساسي. اكيد مهمه لكل الناس. اكيد طبعا مهمه لكل بني ادم يعني لحد ما. لا سد احتياجات، عشان مش كل حاجه يعني بتمشي بالفلوس، ليها اهميتها في كل حاجه يعني بالنسبه لاي حد. اكيد طبعا مش اهم حاجه بالنسبه لي صراحه، وسيله بس بتمشي الناس. لما بتكوني محتاجه تحوشي علشان تجيبي حاجه انت عايزاها بمبلغ كبير شويه، بتعملي ايه؟ يعني مثلا ممكن ما اجيبش بقى سناكس وحاجات كتير اللي بجيبها اوفر، واحوش عشان خاطر اجيب الحاجه انا عايزاها في الاخر. فممكن جمعيه وانا عامه انا داخل جمعيه وبشتغل مع دراستي. ممكن جمعيه، ممكن في مصالح خارجيه الواحد بينجزها بتجيب له برضه فلوس. احاول اجمع اللي معايا وصحابي يجمعوا معايا وبس، خلاص هنعمل ايه تاني؟ باخد من ماما عامه يعني. اكيد زي اي حد بيعمل جمعيه. بشتغل بعمل جمعيه. لا عادي باخد من اخواتي وماما. لا بحوش مع حد اعرفه بسيب الفلوس معاه. ايه المبلغ اللي ممكن يحل لك ازمه في حياتك دلوقتي؟ 1,000,000 جنيه. اي فلوس هتنفع، 15,000 مثلا. اي مبلغ دلوقتي لو اتعامل بيه مشروع هيوفر لي بعد كده اللي انا ايه هجيب، يعني هستثمر نفسه بنفسه بعد كده. 1,000,000 جنيه. 1,000,000 جنيه؟ لا 1,000,000 دينار كويتي، عشان الدينار الكويتي غالي كده فاهم. ف كتير يعني. المبلغ ده بيبقى على حسب كل واحد يعني مستوى معيشته، احتياجاتك، الالتزامات اللي وراك يعني. ممكن واحد ال1,000 جنيه يقول لك الحمد لله تكفيني. تخشي جمعيات؟ لا خالص. عادي. ايوه ما بفهمش في الحاجات دي، ما هو هي اللي بتفهم في الجمعيات وكده. انا ما عمري ما هعرف اخش جمعيه ويبقى مسؤول عن مبلغ بسلمه كده. من ساعه ما دخلت الكليه والادوات فندخل جمعيات بقى. لا ما بحبش الجمعيات. اكيد لا بخش جمعيات. لا مش بخش جمعيات، ما بحبش الجمعيات. طب ايه اكتر حاجه بتضايق حضرتك في الجمعيات؟ لما حد يظبطها وبعدين تتفركش يعني. في فتره كده قعدت من الشغل وبتاع فكنتش عارف ادفعها، بس عادي الحمد لله اتدبرت وخلاص. لما بتبقى مع عائلات صحابي او كده ما بتبقاش فيها مشكله. لا خالص بصراحه ما فيش الحمد لله يعني. انا مش اصلا مش بخش جمعيات كتير الا قليل يعني. حد قبل كده دفع وصاحب الجمعيه خد كل الفلوس وسافر. طب ممكن تخش جمعيه اونلاين؟ على حسب التامينات اللي فيها. لا عادي لو موثوق فيه ممكن. ممكن لو حاجه مضمونه ليه لا. صعب يعني. ما عندكش مشكله مع جمعيه اونلاين خالص؟ لا بس يبقى موثق. هضمنها ازاي؟ طب ايه الضمانات اللي انت محتاجها عشان تخش جمعيه اونلاين؟ اشوف حد مثلا دخل الجمعيه وخلصها وفعلا خد منها فلوس، فده ممكن يخليني افكر اخش في جمعيه يعني. يعني لازم اكون عارف الناس مين اللي اخش معاهم. اقابل مثلا صاحب الموقع او صاحب الابلكيشن، اروح شركه وكلاء ليهم اعرف الدنيا ماشيه ازاي يعني. على الاقل الواحد يبقى ضامن حقه. ممكن مثلا ورق مكتوب من حد ان هو هيقدر يسدد المبلغ في وقته. اقل حاجه لازم ابقى واثق في الشخص، حد يضمن لي ان انا فلوسي مش على الاقل مش هتروح عليا. طبعا يهمني راي الناس الاول برضو، اعرف الناس بتفكر ازاي او حصل معاها مواقف ايه عشان اقدر اخش حاجه زي كده. لو الناس جربته وطلع تمام والناس واثقه فيه واشتغل كويس ومعروف خلاص ممكن ساعتها الواحد يجرب. كده عرفنا اجابات الناس على الاسئله اللي احنا سالناها، وجه الوقت ان احنا نعرف اجاباتكم انتوا. اكتبوا لنا في الكومنتس ممكن تعملوا جمعيات اونلاين ولا لا.